يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استأجرت سائقا على أن يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم أحدد له الأيام، إذا استأجرت سائقا على أن يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم أحدد له الأيام، بل قلت له كلما اتصلت بك تأتي، فما الحكم في ذلك؟ السيارة من هي له، لك ولا له للسائق؟ استأجرت السائق بس والسيارة لك، أو استأجرت السائق والسيارة؟ وش يقول؟ ولم إيش؟ بل قلت له كل ولا ولا ولكن لم أحدد له الأيام، بل قلت له كلما اتصلت بك تأتي. لا ما يصلح هذا، لازم يقول شهر تنقلني لبيتي من مكان العمل والعكس من بيتي إلى العمل، مدة شهر لمدة سنة، لا بد من بيان المدة. نعم.